السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أحمد خالد معلم مادة الجغرافيا. أهلا وسهلا بكم طلبة الصف الثاني الثانوي. النهاردة هنتناول درس يعتبر من الدروس البسيطة والسهلة، ويعني مش الدروس الصعبة قوي اللي ممكن تعمل حسابها، لا، في حاجات كتيرة فيها مبنية على الفهم. تعالى كده نتكلم مع بعض على درس التنمية البشرية، وكمان هندمج مع التنمية البشرية التجربة البرازيلية. أنت عارف إن أنت عندك حاجات للقراءة والاطلاع فقط، منها التجربة الماليزية والتجربة البرازيلية اللي هو الدرس قبل للأخير، فاحنا هنشتغل على التجربة البرازيلية بما ان هو ده المقرر عندك. طيب، دي اول حاجة. اول حاجة عندك هنا هو بيقول لي مفهوم التنمية البشرية. يعني ايه كلمة تنمية بشرية يا شباب؟ تنمية بشرية يعني استثمار، يعني استغلال القدرات العقلية والسكان والعامل الديموغرافي. كلمة عامل ديموغرافي يعني عامل سكاني، ان انا اقدر استغل القدرات البشرية والسكان اللي عندي جوه الدولة عشان اقدر استفيد بيهم. دايما كده بيتقال على الدول اللي عندها عدد كبير من السكان، الدول ديت رايحة في حتة تانية. يعني ايه رايحة في حتة تانية؟ يعني عندها أهمية وثقل اقتصادي وعسكري وسياسي. ليه؟ لأن هتقدر عن طريق الدولة دي يبقى عندها تصنيعات وتعتمد على الكفاءة البشرية اللي عندها، وبالتالي الاقتصاد بتاعها يعلى، وبالتالي هيبقى في تبادل ما بينها وما بين الدول المجاورة. طيب، في كل المجالات، في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، في الصحة، في كل حاجة. طيب، يبقى عملية التنمية البشرية أو مفهوم التنمية البشرية عبارة عن استثمار الموارد والقدرات العقلية والسكان اللي موجودين داخل الدولة. طيب، دي حاجة. الحاجة التانية بدأ يقول لي مفهوم التنمية البشرية منذ العقد، بص كده يا شباب، منذ العقد الأخير من القرن العشرين، يعني ممكن أقول في أواخر القرن العشرين. أيام زمان كانت التنمية البشرية وإن أنا أستغل قدرات السكان اللي عندي جوه الدولة كانت متعلقة برأس المال، بالفلوس، إن أنا أزود الدخل بس، إن أنا عايز الشخص ده يقف في المصنع ويعرف يتعامل مع الآلة بس، مش أكتر ولا أقل. ليه؟ علشان يقدر يحول مثلا الحاجة دي من حاجة خام لحاجة أولية، وبالتالي هيبقى ليه مردود عن طريق الاقتصاد أو زيادة الدخل. يبقى في أواخر القرن العشرين كانت التنمية البشرية مقتصرة على زيادة الدخل، رأس المال، ان انا استغل السكان والبشر بتوعي او القدرات العقلية اللي عندي في حدوث التنمية عن طريق تنمية. ها، كانت بتكون تنمية لزيادة الدخل، وتنمية يعني كانت بتكون تنمية فلوس، تنمية رأس مال بس. لكن مع الوقت الوضع ده اتغير، وبدأ يبقى عندك، بص كده بيقول لك ايه، بيقول لك ان فلم تعد التنمية مجرد زيادة دخل الافراد، انما اتسع مفهومها ليشمل ايضا. بدأت بقى التنمية البشرية تتسع وتشمل حاجات كتير. الشخص اللي انا كنت في الاول في اواخر القرن العشرين بعتمد عليه انا كدولة علشان اقدر ان انا احقق اكبر قدر من الربح والاقتصاد العالي كرأس مال وفلوس بس، لا، دلوقتي بقيت بدخله في كل الانشطة الاقتصادية، في الاقتصاد، سواء زراعة، صناعة، تجارة، تعديل، رعي، سياحة، سواء بتتكلم على الأمور السياسية، على الأمور التعليمية، الطبية، الصحية، الثقافية، الاجتماعية. دي حاجة. الحاجة التانية كمان، لابد من مشاركة المرأة في المجتمع. دايما الدول المتقدمة عشان تستغل القدرات العقلية والبشرية ما تفرقش في التركيب النوعي، التركيب النوعي اللي هو الذكور والإناث. ما ينفعش ان انت تعمل دلوقتي، لو انت بتدور على ان انت تبقى دولة متقدمة وعايز تعمل تنمية حقيقية، ما ينفعش تتبع فكرة الذكور بس هم اللي يشتغلوا، او الاعتماد على الشباب رجال بس، لا، لازم يبقى فيه توازن ما بين الذكور والإناث، وإعطاء المرأة حقها بقى في داخل المجتمع علشان تقدر إنها تشارك الرجل وتشارك الناس اللي موجودة داخل الدولة في حدوث عملية التنمية. يبقى أنا عندي أستخلص من مفهوم التنمية البشرية هي عبارة عن استغلال الموارد أو حصر الموارد والإمكانيات والقدرات البشرية والسكان اللي موجودين داخل الدولة عشان أقدر أتقدم في كافة المجالات. ده رقم واحد. رقم اتنين وتلاتة. اتنين، كان عندي التنمية البشرية دي في أواخر القرن العشرين أو العقود الأخيرة، يعني أواخر القرن العشرين، كانت مترتبة على ان انا استثمر السكان والعامل الديموغرافي عندي بس عشان رأس مال، عشان زيادة الدخل، باعتبار ان الانسان او السكان من احد اهم عناصر الانتاج فقط عشان فلوس. ولكن مع الوقت النظرية دي بدأت تتغير، والمنظور ده بدأ يختلف، وبدأت ان انا ادمج الانسان في حاجات كتيرة جدا. بدأت ان انا اشتغل على الانسان وادخله في كل المجالات علشان ما يبقاش بقى هدف اقتصاد، هدف رأس مال وهدف فلوس بس، لا، دلوقتي بقى هدف مثلا سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، طب، صحة، تعليم، وهكذا. غير ان انا قلت لك لازم يبقى فيه مشاركة مين؟ لازم يبقى فيه تمكين المرأة ومشاركة المرأة وتاخد دورها سواء سياسيا وثقافيا وكمان اقتصاديا. طيب، ايه هي اهداف التنمية البشرية؟ اول حاجة كان عندي الاهتمام بالتعليم والثقافة. اول حاجة عندي اصلا هشتغل عليها كمان بعد الجزئية دي حاجة اسمها الابعاد، ابعاد التنميه البشريه. فانت قبل ما ادخل في الابعاد هناخد نبذه عنها، لان هنا الدرس على فكره هتلاقي فيه حاجات كتيره متكرره. فانت عندك هنا اهوت اهداف التنميه البشريه، ايه اللي التنميه البشريه بتهدف ليه؟ اول حاجه ان انا يبقى عندي سكان قادرين ان هم يكون عندهم قدره تعليميه على اعلى مستوى. ما ينفعش يبقى انا عندي مثلا نسبه اميه عاليه، لا، عايز تحقق التنميه، عايز تستغل السكان، رقم واحد تلعب
تلعب على التعليم، تشتغل على التعليم، على المستوى التعليمي. ليه؟ عشان يبقى عندك ناس قادرة على انها تتخطى اي مشكلات وتقترح حلول في حالة ان الدولة بتعاني او بتواجه اي مشكلة، يبقى انت عندك مبدعين ومفكرين يقدروا ان انت تستند عليهم في اي وقت، وتقدر ان انت تعدي الازمة دي عن طريق مقترحاتهم وعن طريق الحلول بتاعتهم للمشكلات دي. طب ده رقم واحد. رقم اتنين، بيجي بعد التعليم الصحة. دايما اي دولة في العالم بيتقاس مدى تقدمها بعد التعليم على مستوى الصحة. طيب ده رقم اتنين. رقم تلاتة، تحسين الاوضاع المعيشية من خلال زيادة متوسط دخل الفرد. بص بقى يا سيدي، نتيجة للترتب بتاعة الاحداث اللي احنا نشتغل عليها، تعليم، اشتغلت عليه بشكل كويس، الصحة، لان عمر ما هيبقى في دولة متقدمة ومعدلات الانتاج بتاعة السكان بتاعتها هتزيد الا عن طريق لما يبقى عندي الصحة وشكل الصحة عندي يكون كويس، وبالتالي الصحة عندي كويسة وقبلها التعليم عندي كويس، هيترتب عليه ارتفاع مستوى الدخل. ليه؟ القدرة الانتاجية هتزيد. طيب كمان اسراء تواصل الفرد بالمجتمع بشكل اخلاقي ومؤثر. لازم بقى ان انا اتعامل مع الشخص دوت باعتباره ان هو شخص داخل الدوله بيعمل عمليه تنميه، لازم ان انا اديله كل الاولويات وان انا اوفر له كل سبل الراحه عشان يقدر ان هو يقدر يحقق عمليه التنميه بشكل كويس. وكمان تاهيل الفرد واكسابه المهارات المطلوبه سوق العمل، يعني بمعنى صح اللي هو ربط التعليم بسوق العمل ده. يعني مثلا هديك مثال، زي مثلا مجال السياحه. مجال السياحه انت عندك عندك مدارس اسمها مدارس السياحه والفنادق. طيب مدرسه السياحه او كليات السياحه والفنادق دي المفروض كليات او جامعات، كليه السياحه والفنادق المفروض ان هي بيبقى فيها طلبه. طب الطلبه دي طوال الفتره الدراسيه بيتعلموا ايه؟ بيتعلموا ان هم يتعاملوا مع السائح ازاي، باعتبار ان السائح من احد اهم الصادرات اللي بتساعد على زياده الدخل القومي للدوله. السياحه تعتبر نشاط اقتصادي مهم. فانا دلوقتي هطلع الناس بعد التخرج من الجامعات والكليات زي كليه السياحه والفنادق علشان يشتغلوا على طول في الفنادق والقرى السياحيه علشان يبقى عندهم خبره ويقدروا ان هم يتعاملوا مع السائح. لازم يبقى في ربط ما بين التعليم وسوق العمل لو انت بتدور على تنميه وتقدم حي جوه الدوله. ويسي الكلام دوت على كل المستويات اللي موجوده والانشطه اللي موجوده، سواء زراعه سواء صناعه سواء سياحه. طيب بعد كده المهم عندي ابعاد التنميه البشريه. ابعاد التنميه البشريه ثلاث ابعاد متداخله. قلت لك كم بعد يا سيدي؟ ثلاث ابعاد. قلت لك حتى وانا من شويه وانا بشرح الاهداف بتاعه التنميه البشريه، قلت لك والله الابعاد عندي زي الاهداف. الاهداف بتاعه التنميه البشريه لما جيت اشتغل عليها شباب، اشتغلت على كام حاجه. من اهم الاولويات واولى الحاجات اللي انا اشتغلت عليها تعليم صحه وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل، يعني زياده الدخل القومي للفرد. هنا نفس القصه بس هتكلم عليه بقى بشكل منفرد. انت عندك هنا هوت التعليم، اول حاجه من الابعاد اهي، من الابعاد بتاعه التنميه البشريه رقم واحد كان عندك التعليم. طيب التعليم، عشان يبقى عندك تعليم كويس انت كدوله بتمتلك عدد سكان معقول او عدد سكان كويس وعايز تعمل تنميه بشريه حقيقيه، لازم اهتم بالتعليم والنظام التعليمي من الصفر. يعني ما يبقاش عندي محو اميه، لا، لازم يبقى عندي برامج محو اميه، لازم يبقى انا عندي توسع في انشاء المدارس، لازم يبقى انا عندي كمان تكليف خريج الجامعات والكليات ان هم من شروط التخرج عندهم ان هم يجيبوا الناس اللي هم سواء مش قادرين ان هم يتعلموا او ما عندهمش خلفيه عن القراءه والكتابه، وابدا اعلمهم القراءه والكتابه. وعلى فكره قصه الاميه مش مرتبطه بقراءه وكتابه بس، لا، ممكن يبقى متعلم ولكن الاحداث الجاريه اللي في الدوله والاحداث السياسية والاقتصادية هو على عدم دراية بيها، وده وبالتالي مش هيفيدني اقتصاديا ولا هيفيدني من حيث التنمية العقلية والبشرية جوه الدولة. لا، انا عايز فرد اعلمه الاولويات بتاعته اللي هي القراءة والكتابة، وفيما بعد ابدا بقى اعلمه يستخدم الموبايل ازاي، يستخدم الايباد ازاي، يخش على مواقع الانترنت المهمة اللي ممكن تفيده ازاي، يبقى على دراية باحوال العالم السياسية والاقتصادية ازاي. ده غير طبعا ان انت هتهتم بالتعليم اهو محو الامية، والتعليم الاساسي والثانوي والفني. الفني ده اللي هو ربط التعليم بسوق العمل زي ما انا قلت. كمان لازم يبقى في مساواه وتكافؤ في التعليم ما بين الذكور والاناث. زي ما قلت لك، انت عايز تبقى دوله متقدمه، مفيش حاجه اسمها ده ولد ده يتعلم، ده البنت ليها بيتها، لا، مفيش الكلام ده. انت عشان دوله تعمل تنميه حقيقيه وتستغل القدرات البشريه اللي عندك، ممكن يبقى عقل البنت دي او الاناث تكون افضل من 10 رجال مثلا او 10 شباب، عادي، مفيش اي مشاكل. لازم اشارك المراه معايا في المجتمع، مفيش حاجه اسمها الذكور او الرجال او الشباب بس، لا، لازم يبقى في عمليه توازن ما بين الذكور والاناث، لازم الاثنين يشاركوا في عمليه التنميه. طيب دي حاجه، ولازم يبقى عمليه التعليم متاحه للاثنين. كمان رقم ثلاثة، البحث العلمي ومواكبه المعرفه التكنولوجيه. اي دوله في الدنيا لازم طبعا عن طريق التكنولوجيا هتتقدم. عمرك شفت دوله هتتقدم من غير تكنولوجيا ومن غير مواكبه العصر التكنولوجي؟ لا.
اديك مثال بسيط، في المصانع انت لو دولة دلوقتي عندك موارد، والموارد ديت المفروض هتحولها من شكل خام لشكل اولي تحويلي، يعني عشان لما تيجي تصدرها تكسب فيها. حلو، والكلام ده احنا اتكلمنا عليه قبل كده. طيب لو انت عندك موارد ولكن ما عندكش تكنولوجيا، هل هتقدر ان انت يبقى عندك فكرة ان انت تقوم بتحويل المواد الخام من شكل خام لشكل اول عشان لما تيجي تصدرها الدولة تكسب فيها اقتصاديا؟ ما عندكش. طيب هل بقى الشخص ده او الفرد اللي جوه الدولة اللي هو التنمية العقلية او التنمية البشرية اللي هم السكان اللي انا بتكلم عليهم، هل عندهم امكانيات حتى لو التكنولوجيا موجودة عندهم جوه المصانع يتعاملوا مع التكنولوجيا والمعدات والالات؟ هم على عدم دراية، فلازم يبقى فيه تكنولوجيا ومعدات والات. والاهم بقى من ده النقطة رقم 4 اللي مترتبة على رقم 3، اعداد وتطبيق البرامج التدريبيه. لازم بقى اجيب السكان، انا وفرت خلاص التكنولوجيا اللي عندي، لازم بقى اجيب السكان دي وابدا ان انا او الناس اللي شغاله في كل القطاعات على حسب انهي قطاع بيبقى فيه المعدات والالات التكنولوجيه والمعدات الحديثه وابدا ادربه. لازم يبقى فيه برامج تدريبيه للناس دي، ده كان التعليم عندي. طيب بعد كده يا سيدي الصحه، بيقول لك ان الصحه بيتقاس مدى تقدم اي دوله عن طريق الصحه. واوروبا عجباني قوي ان هي عندها في الصحه معدلات الزياده الطبيعيه، ارتفاع معدلات انخفاض معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات. عمر ما تلاقي دوله في العالم غير الدول المتقدمه عندها النسبه دي اللي هي ما عندهاش انفجار سكاني، لا عندها توازن ما بين ارتفاع ما بين معدل المواليد وما بين معدل الوفيات. طب ليه معدل الوفيات قليل عندهم؟ هتقول لي يا مستر اصل الاعمار بيد الله، ما انا عارف، بس هل الطب والصحه ليها دور؟ طبعا ليها دور. الاهتمام بالاحوال الطبيه والصحيه والاهتمام بمعدل بمعدل الارتقاء بمستوى الصحه علشان يبقى عندي زياده معدلات انتاج مهم مهم جدا عندي. قول لي دلوقتي شخص يقدر يكون عنده صحه متدهوره، هو دلوقتي صحته متدهوره حلو ولكن متعلم، هل هيبقى عنده قدره على الانتاج؟ لا. فانا لازم التعليم بيكمل الصحه، لازم يبقى انا عندي صحه بشكل كويس. فانت عندك من الصحه لازم يبقى انا عندي مستوصفات ومراكز لصرف العلاج، عندي مستشفيات اتوسع في انشاء المستشفيات، لازم يبقى فيه الاهتمام ببرامج الامومه والطفوله وكمان المعاقين. لازم كمان في الصحه، بص كده كمان بيقول لي ايه، بيقول لي انخفاض معدلات الوفيات بالنسبه للاطفال، لان ايام زمان ما كانش فيه رعايه طبيه وصحيه، فدلوقتي لا بقى فيه رعايه طبيه وصحيه. فممكن يجي يسالني سؤال، يجي يقول لي دوله زي دوله مصر مثلا بدات ان هي كانت في اواخر القرن ال21 مثلا كانت بتعاني من ارتفاع معدلات الوفيات بسبب عدم الرعايه الطبيه والصحيه. معدلات الوفيات كانت عاليه في اي دوله بسبب عدم الاهتمام بالرعايه الطبيه والصحيه. طيب الايه اتعكست، بيقول لك في عام 2012 مثلا مصر اصبحت بتاخذ مكانه في ارتفاع في انخفاض معدلات الوفيات، بدات معدلات الوفيات دي تقل. طب بسبب ايه؟ بسبب الرعايه الطبيه والصحيه. طب هو الصحه، بص كده عندك الصحة وعندك التعليم، هل أوضاع اجتماعية ولا اقتصادية؟ لا، هو التعليم والصحة الاتنين أوضاع اجتماعية وبيأثروا على الاقتصاد، عشان في ناس تفتكر إن الصحة والتعليم عوامل اقتصادية. لا حضرتك، التعليم والصحة عوامل اجتماعية بيأثروا على الاقتصاد. لو أنا عندي موارد وخدمات بس ما عنديش تعليم وصحة بشكل كويس، وطبعا هنا التعليم رقم 1 وبعد كده رقم 2 الصحة، مش هقدر إن أنا استغل الموارد اللي موجودة عندي. طيب زي ما أنا قلت، رفع متوسط الأعمار، الاهتمام بالطفولة والأمومة والمعاقين، لازم يبقى في انخفاض معدلات وفيات للاطفال عشان يبقى في رعايه طبيه وصحيه، ولازم اصلا عشان الدوله تبقى متقدمه لازم يبقى في توازن ما بين معدلات المواليد والوفيات زي الدول المتقدمه اوروبا وامريكا الشماليه مثلا. عندك تقديم الخدمات العلاجيه اللي هي المستوصفات والمراكز الطبيه، عدم كمان توفير مياه الشرب النقيه والمرافق الصحيه، لازم اوفر بقى مياه الشرب طبعا، لان طبعا اوقات نتيجه للغذاء او المياه الملوثه طبعا بينتج بعض الامراض زي فيروس سي، زي طبعا الامراض اللي هي الصعبه دي اللي هي بيبقى ليها درجات. بناء على كل دوت لو قدرت ان انا احققه جوه الدوله هيبقى طبعا للافراد عندهم اهو زياده قدره الافراد على الاستيعاب العلمي، هيبقى عندهم طبعا الباور بتاعهم والصحه بتاعتهم كويسه، فيبقى عندهم قدره على الاستيعاب العلمي اللي هو التعليم وتطبيق البرامج التدريبيه، ويقدروا ان هم يتعاملوا مع المعدات والالات والتكنولوجيا، وهيبقى عندهم قدره على الانتاج. طيب رقم 3 الدخل. الدخل يا جماعه مترتب على النقطتين اللي فوق، مترتب على التعليم ومترتب على الصحة. والله التعليم بقى كويس والصحة عندي كويسة، الدخل هيرتفع. فحتى بص هنا بيقول لي ايه، يؤثر ارتفاع متوسط الدخل بشكل غير مباشر. طيب مستوى التنمية البشرية، عندي سكان
بدات ان انا استغلهم. هتستغلهم في ايه؟ اهو رقم واحد التعليم، استغلتهم في الصحه. فعلى الاساس ده واللي احنا شرحناه قبل كده في النقطتين اللي فاتوا في الابعاد، هيبقى عندي متوسط دخل وهيبقى عندي نصيب الفرد من الدخل هيزيد. ولكن وسط كل دوت وانا بشتغل على التلات ابعاد، لازم اكون عامل حسابي في عده امور ممكن توديني في داهيه لو انا ما قدرتش ان انا اتخلص منها وانتهي منها بشكل سهل او بشكل سريع. فانت عندك معدلات الفقر، البطاله، الاميه، عندك مثلا بتتكلم على زياده معدلات الاستهلاك، لا لازم يبقى في ترشيد استهلاك، ولازم يبقى في تنميه مستدامه، لازم يبقى في جذب للمستثمرين في الخارج اللي هم رجال الاعمال. ما انا دلوقتي التعليم والصحه عوامل اجتماعيه هتاثر على اقتصاد الدوله. انا كدوله لو انا عندي موارد زي ما قلت لك وعندي تعليم وصحه متدهورين، مش هقدر ان انا اعمل حاجه. طب اهتميت بالتعليم والصحه وبالتالي مستوى الدخل هيزيد وبالتالي قدره الانتاج هتزيد، لا هيبقى عندي تحسين بنيه تحتيه، هيبقى عندي ارتفاع في مستوى المعيشه، هيبقى عندي زياده دخل الافراد، وبالتالي المستثمر لما يشوف في عمليه انتاج جوه الدوله هيبدا ان هو يجي يشتغل داخل الدوله. لذلك قلت لك لازم تهتم الدوله بايه؟ اهو وسط كل الاجواء دي لازم اشتغل ولازم احارب عده امور: الفقر، البطاله، ما ينفعش يبقى عندي بطاله، لازم يبقى في توفير دخل مناسب للفرد، لازم يكون بيقبض مستوى كويس، ضبط مستويات الاستهلاك، ما ينفعش، لازم يبقى في ترشيد استهلاك ولازم يبقى في تنميه مستدامه، توفير الامان في المستقبل ضد الاحتياج اللي هي التنميه المستدامه برضه، ما ينفعش ان انا اهدر الموارد بتاعتي بشكل سريع، وكمان تشجيع الادخار وتوجيه نحو الاستثمار. لازم بقى اشجع المستثمرين ان هم يجوا عندي علشان يبداوا ان هم يشتغلوا جوه الدوله، في ظل طبعا ان انا عندي التعليم والصحه موجودين بشكل كويس، والدخل طبعا ترتب عليهم زياده نسبه الدخل نتيجه لتفوق او نجاح التعليم ونجاح الصحه. طيب مما سبق نستنتج طبعا يعني عن طريق الصوره دي تقول ان التعليم بيأثر على الصحه والصحه بتأثر على التعليم، وبناء على نجاح التعليم وبناء على نجاح الصحه فهيزيد مستوى الدخل. طيب بعد كده يا سيدي طبعا هنا هو بيقول لك اتسع مفهوم التنميه في اواخر القرن الماضي، اواخر القرن الماضي ليشمل طبعا هو مش القرن الماضي طبعا، انت بتتكلم في اواخر القرن العشرين، احنا القرن الماضي اللي هو اواخر القرن الواحد وعشرين. طيب فانت عندك هنا هو القرن العشرين، هو هنا بيقول لك القرن الماضي ده اللي هو الواحد وعشرين. طيب انا بقى عايز القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين. لا، القرن العشرين كانت عمليه التنميه البشريه كانت مقتصره على فكره ايه؟ كانت مقتصره على فكره ان انا استغل السكان علشان الفلوس فقط لا غير. طيب اما حاليا في خلال القرن الماضي اللي هو الفترات اللي احنا يعتبر فترات حديثه، تشمل ايه؟ طبعا هتشمل دلوقتي كل المجالات، ان انا استغل قدرات الفرد والسكان اللي عندي في الانشطه الاقتصاديه والسياسه والعوامل الاجتماعيه والثقافيه والتعليم والطب والصحه والعوامل البيئيه، فهتبقى عندك تنميه قدرات الافراد. طيب اما زياده انتاج الافراد ديت كانت متعلقه بمين؟ كانت متعلقه بالقرن العشرين، اواخر القرن العشرين يا شباب. طيب بعد كده بيقول لي اي مما يلي يشير الى اهتمام الدوله ببعد الدخل كاحد ابعاد التنميه البشريه. طبعا انت عندك هنا هو بعد الدخل فلوس، طبعا انت عندك هنا هو هل انشاء صناديق لدعم كبار السن، يعني حاجه خاصه بالمال، ماشي ممكن. تمكين المراه سياسيا، طب المراه سياسيا مالهاش علاقه، المراه سياسيا قلت لازم تشارك لكن مالهاش علاقه بالدخل. طيب رفع متوسط الاعمار، طبعا هنا المراه مش لوحدها، هتبقى المراه والذكور. هل رفع متوسط الاعمار ده جانب صحي؟ بناء القيادات والكفاءات، طيب القيادات والكفاءات ده عامل اداري، لازم علشان يبقى عندي شغل اداري جوه الدوله لازم انجح، او لازم عشان انهض اقتصاديا لازم يبقى انا عندي كفاءه اداريه بشكل عالي، فتبقى انشاء صناديق لدعم كبار السن. حتى هنا بيقول لك ايه؟ لان بعد الدخل يهدف الى توفير الامان في المستقبل ضد العزو الاحتياج اللي هي التنميه المستدامه. طيب